عليكم، مرحبا بكم، على سلامتكم. اليوم جيناكم بوصفة سهلة وديروها في كل وقت، حاجة خفيفة تعجبكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا عندي لي بادوا هنايا، عندي زوج حبات بنان، عندي حليب مبستر 100 غرام، وعندي نواه كوكو. مكونات بسيطين جدا جدا، كما تشوفوا 4 مكونات، تخدموهم كاطو، تخدموا بهم كونتيتي كبيرة تانيك. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لنا ابوني في الصفحه، بارطاجي الفيديو، ايوا تبعوني. دوك نبدا ان شاء الله معكم وصفه فور بزاف بزاف. مو حاجه الاولى عندنا اللي بادو تاعنا، نرحيوهم هنايا كما راكم تشوفوا هكذا. ها انا غير بالعقل هكذا نسيبهم، انا دوك نرحو هنايا. تحصلنا عليه يعني يجي مرحيفة كيف يجي. كما لي بادوا درت شباكيات كما راكم تشوفوا، دوك نوزعهم كامل نرحيهم. مو درك هنا الكاطو تاعنا نخلوه اكوتي هنايا، ونجيبو هنا البانان نميكسيوه تانيك. هنا اش حبة نديروهم، هنا نزيدو تانيك حليب مبستر لي وجدناه، الطريقة سهلة التحضير تاعها. دوك هنا نميكسيو كلش كيما راكم تشوفو هنايا، يعني تحصلوا على الخليط تاعنا كيما راكم تشوفو هكذا. هاك فتحصلوا عليه بو الخيط انا حصلنا عليه كما تشوفوا جما ان شاء الله. دوك نهاو الكاطو تاعنا نديرو الخليط، هنا نديروه دوك نخلطو هنا كلش المكون تاعنا. تنتصلوا على العجينة تاعنا كما راكم تشوفوها، يعني قاعدين نخلطوها هكذا حتى يشد روحو مليح. درك انا
إذا لقيتوها مازالت جارية زيدوا لها باكي كيما هكذا، ديروا لها كومبلي باكي باش تحكم روحها. نتوما زيدوا بالنص باكي، ديروا زوج باكيات. إذا جيو ديروا نص باكي وشوفوا إذا لقيتها مازالت، دي كملوا النص الآخر. ها كيف تحصلوا عليها، هاليك تحصلوا عليها هكذا. بون درك انا عندي طاب طرافاي تاعي، دوك نديرهم هنا كما راكم تشوفوا. هامليك كوريات، هامليك كيف يجو يديروهم القط كي يكونوا كيف كيف. بون كيما راك تشوف هاملك الشكل تاعهم كيف يجي. دوك هنا عندنا نواط كوكو، ها هو راهي نواط كوكو كيما راك تشوف هكذا. دوك نجيبو الحبات تاعنا ونسيو هكذا، هذا الشكل اللي تحصلوا عليه. ها الشكل اللي تحصل لك كيف داير، يعني يجي ما شاء الله عليك ما تقدموه. وكاين تانيك تحب دير الشكل تاني كيما راك هالي نوريكم هنا غير بالعقل تشوفوه. هاي والله خاصة اللي عندهم الأطفال تانيك باش ياكلوا لهم كيما راك تشوف الغاطو. المهم الشكل يجي ما شاء الله الشكل تاعها. يعني عندكم جوج طرائق تاع سقف ديروهم عاملين كيف يجو، يعني يجو ما شاء الله. نكمل لكم هادو وتشوفوهم كيف جاو. مو راني كملتهم هم كيف جاو، جاو ما شاء الله. اعطوني رأي فيكم، سيوهم واعطوني رأيكم فيهم. ما تنساو ديرونا ابوني الصفحه، بارطاجي الفيديو باش يحقكم كل جديد ان شاء الله، واللي مازال ما ابوناش ابوني ان شاء الله. سلام.